تضامنا مع الجيش اللبناني في عيده، وبرعاية رئيس الكتلة الشعبية الياس سكاف، أقامت بلدية زحل معلقة وتعنايل ولجنة العمل البلدي في حي البربارة احتفالا تضامنيا في ساحة الجيش في البربارة. وكانت كلمة لرئيس البلدية أشار فيها إلى أن زحل ما زالت ترى أن الجيش هو قلبها النابض وأنه المدافع الأول والأخير عن السلم الأهلي، إضافة إلى كونه حامي الحدود من العدو الإسرائيلي ومن أي اختراقات أصولية تريد تعكير الأمن والاستقرار في جميع المناطق اللبنانية. سكاف قال بدوره: ألا وطن من دون جيش، ولا كيان ولا استقلال من دون وجود دور الجيش. وتابع سكاف: انظروا إلى المشكلات في المنطقة، لقد أصبحت على أبوابنا، خطر الإرهاب يحيط بنا، لا بل يتسلل إلى بلدنا شيئا فشيئا، فلا تظنوا أن لدينا حصانة وأن المشكلات لن تصل إلينا. على كل لبناني واجب أن يحمي وطنه وهويته، لا تظنوا أنه إذا احتدمت الأمور في أي لحظة نأخذ فيزا ونهاجر، فهذا ليس خيارا بل هروب وتخاذل. علينا أن نحمي لبنان مهما كانت التضحيات والأثمان التي علينا أن ندفعها.